الفصل الثاني عشر، رياضيات. من تغلب على حواسيبنا؟ إذا كنت تسير بسرعة 4 أميال في الساعة، فما هي المسافة التي تستطيع أن تقطعها في ثانية واحدة؟ إنها 70 إنشا، حيث أنك تستطيع أن ترمش بعينيك 6 مرات في نفس الفترة. كل شيء محسوب، بإمكانك إنجاز القليل في جزء من الثانية. ثم ما الذي يمكن للإنسان فعله في 3/1,000,000 جزء من الثانية؟ ولماذا يرغب شخص ما على وجه الأرض بقياسه؟ قام أجدادنا فعلا بقياس شيء حدث خلال ذلك الجزء البسيط من الزمن، وقاموا بتسجيله. دعونا نقول بأن دقة الناس القدامى إلى حد الأجزاء المتناهية في الصغر كافية لجعل حتى أكثر الناس شكا وتعنتا يكفون عن العناد ويفكرون بالموضوع. إن بناء الهرم العظيم كان مربعا تماما بنسبة خطأ تبلغ 10,000/3، وكانت كتل الأحجار الهائلة متناسقة مع بعضها بدقة 1/100 إنش، كما تم تحديد عدد أيام السنة الشمسية في المكسيك بدقة 1/20,000 يوما، وتم حساب الشهر القمري بنسبة خطأ تقارب 3/27 جزء من اليوم. تحدثت قياسات الزمن في الهند عن الكاشتا، وهو مساوي ل0.6/3 جزءا من الثانية. لكن ما هو أكثر إدهاشا كان الاكتشاف الذي عثر عليه على هضبة نينوى القديمة في آشور، وهو الأعداد المكونة من 15 رقما، وهذا شيء لا يمكن لأي آلة حاسبة تسجيله، حيث أن النتيجة النهائية للحساب في ترقيمنا هي 195.955.200.3/. في حين لم يتجاوز الإغريق الرقم 10.3/، حيث أن أي شيء يتجاوز ذلك كان يعد لا نهائيا. إن الفجوة بين المعرفة الواسعة والغنية عند القدماء وبين افتقارهم إلى الوسائل التي تمكنهم من ذلك قد حيرت العديد من العلماء. كيف يستطيع أحدهم تفسير هذه الألغاز والكثير غيرها لنا؟ خلف هذه المعرفة الحسابية نستطيع أن نستبصر زمنا بعيدا غامضا عاشت فيه سلالة مندثرة قد تكون بلغت درجة عالية من التكنولوجيا، وبعد أن تلاشت الوسائل انتهت المعرفة. وحتى السجلات المجزأة المتوفرة لدينا تؤيد وبقوة بأن القدامى كان لديهم مهارات حسابية متقدمة جدا. الهند والمكسيك وبابل والصين والبيرو. استخدام الصفر الذي تعتمد عليه جميع العمليات الحسابية والعلوم، ويعتبر الصفر العنصر السري الذي تم استعماله بهدف الحصول على الرياضيات المتقدمة، حيث أنه بدون الصفر من الصعب إجراء الحسابات المعقدة. لقد استخدمته أغلب الحضارات القديمة واستفادت منه، ومع ذلك فإنهم قد نسوه حالما حدث الانحطاط والتدهور الحضاري. المكسيك ومصر والبيرو عرف النظام العشري، بابل وأور علم الهندسة، تم دراسة مسائل المثلثات التقليدية لإقليديوس قبل ولادته 1700 سنة، بينما كانت نظرية فيثاغورس منقوشة على لوح قبل فيثاغورس 1500 سنة. إنجلترا 2000 قبل الميلاد، والكرنك وفرنسا. إن التناسق الهندسي في الأبنية جسد مثلثات فيثاغورس بدرجة تقارب الكمال. إن أبعاد الهرم العظيم حجرة الملك دمجت المثلثات ذات الأبعاد 5, 4, 3, 3, 5, 2 التي تنسب إلى الرياضي الإغريقي
فيثاغورس الذي أتى بعد هذه الفترة بألفين سنة. مصر. تشير الفنون والعمارة المصرية إلى حقيقة كونهم أدركوا النسبة الثابتة باي في بي. بعيدا عن المقاييس الحسية الجمالية للنسبة باي، فقد أتاحت للبنائين فرصة إنشاء مقياس رسم لنصف الكرة الشمالي، بابل والهند. الجبر. جداول دقيقة في الجبر ساعدت علماء الفلك على اكتشاف مواقع الأجرام السماوية في أي وقت. مصر. إن نسب الهرم العظيم تضمنت قيمة المفهوم المعقد باي وبدقة تصل إلى بضعة مراتب عشرية. إنجلترا واليونان. القرن الثاني قبل الميلاد. ينعكس علم المثلثات في الأبنية الدقيقة للعصر البرونزي. الهند. تم استخدام الجذور التربيعية أور وشالديا 2500 قبل الميلاد. معرفة الجذر التكعبي والاستفادة منه. المكسيك. اللوغارتمات. مصر. رمز هيروغليفي خاص للدلالة على المليون بين قوسين. لم يحصل العالم الحديث على أي مفهوم للملايين في الرياضيات حتى القرن السابع عشر. مصر والمكسيك والهند. العمليات الحسابية على الكسور الدقيقة جدا. بابل وغواتيمالا. تم حساب الأرقام الكبيرة باستخدام جداول الإحصاء. بابل ومصر والصين. واحدة من أول آلات الحساب في العالم هي المعداد لتعليم العد، وكانت وسيلة لحساب الأعداد. تعمل يدويا وتعطي نتائج متناهية في الدقة، تحتوي على 15 رقما. الفصل الثالث عشر. علم المعادن. النهاية المحزنة لحدائق الذهب. عندما دخل الفاتحون الإسبان إلى البيرو، مروا بجزيرة بالقرب من البيرو كان فيها حديقة ملكية بغاية الروعة، وكأنها اقتبست من حكاية خيالية. فكل شيء حي قد أعيد صنعه من نماذج من الذهب والفضة، وحتى الأشجار إلى أسفل جذورها، والنباتات الصغيرة ذات الأوراق والأزهار والفواكه قد صممت بشكلها وحجمها الطبيعيين. بعضها كان ما يزال براعما، والبعض الآخر في مرحلة النمو، ونباتات أخرى أخذت تظهر لها براعم كاملة. وقد جلست عصافير ذهبية على الأشجار الفضية كما لو كانت تغرد، وعصافير أخرى تطير وترتشف الرحيق من الأزهار. وقد كانت حقول الذرة تشبه حقول الذرة الحقيقية، بالإضافة إلى الجذور والسويقات والأزهار وقشور الثمار. كانت جميعها من الذهب والبقية من الفضة، وصنعت بقية النباتات بشكل مشابه. فالأزهار أو أي شيء يحمل ألوانا صفراء في الحقيقة قد صنع من الذهب، والأجزاء الأخرى من الفضة. وقد تدلت عناقيد من الثمار، ولم يترك شيء دون أن يقلد شكله. حتى الأرانب والثعالب والفئران والسحال والنمور والغزلان والأفاعي، جميعها قد وضعت في محيطها الطبيعي، وذلك بغرض المحاكاة الحقيقية للواقع. وكما لو أن ذلك لم يكن كافيا، فقد قاموا بإضافة فراشات ذهبية تتمايل مع النسيم. وحتى الأسماك والحبال والسلال وحاويات القمامة لإشعال النار، جميعها قد صيغت وبحجمها الطبيعي من الذهب والفضة، وقد لحمت مع بعضها البعض، لكنها تفككت بالكامل قبل وصول أيدي المعتدين الطماعين بتلك الكنوز، حيث أخفيت تلك الآثار ولم يتم العثور عليها أبدا. ولسوء الحظ، فإن معظم الكنوز التي وصلت إليها أيدي المعتدين قد تم صهرها وإرسالها إلى أوروبا. وهكذا تلاشت تكنولوجيا دقيقة إلى درجة يصعب تصديقها في التعدين. لكن شعب الإنكا ورث هذه العلوم الراقية من حضارة أقدم بكثير، وأنا أرى أن الدليل على معرفة متطورة بالتعدين تعود إلى ماض سحيق،
هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. إليكم بعضا من نماذج وليس أمثلة، فانتظروا لتروا هول المفاجأة. كولومبيا منذ 2000 عام، فلسطين منذ 3000 عام، جنوبي سيبيريا منذ 3000 عام، تيهواناكو بوليفيا إسبانيا 3000 قبل الميلاد، سهر المعادن بين قوسين الآتون الحراري، الولايات المتحدة الأمريكية 9000 درجة مئوية، البيرو 1773 درجة مئوية، مراجل أخرى أعلى حرارة لسهر المعادن، الفولاذ ميتزامور أرمينيا 2500 قبل الميلاد. كان هناك معمل للفولاذ يحتوي على 200 فرنا حراريا لسهر المعادن، هو أقدم معمل معروف، وكان العمال يرتدون الكفوف ويغطون أفواههم بأقنعة ومصاف للحماية كما نفعل في يومنا هذا. أماكن متنوعة وتواريخ مختلفة، العثور على أدوات فولاذية، مكعبات فولاذية في النمسا ما قبل فترة الطوفان، سبائك فولاذية في الهند القرن الرابع قبل الميلاد، مسامير فولاذية في بريطانيا فترة ما قبل الطوفان، ملاقط فولاذية في أرمينيا 2500 قبل الميلاد، الإسمنت المسلح بالفولاذ في الولايات المتحدة الأمريكية، التروس الفولاذية في الإكوادور، إطارات العربات إنجلترا 100 قبل الميلاد، البرونز سومر مصر، أمريكا الوسطى أمريكا الجنوبية تايلاند 3000 قبل الميلاد. البرونز كان منذ البداية. البرونز هو خليط صلب من معدنين هما النحاس مع إضافة 100 على 1 من القصدير، وهذا الأمر قد استغرق عصورا لنكتشف أن إضافة 100 على 1 من القصدير إلى النحاس يعطي معدنا جديدا، ويبدو أن اللقى النحاسية في متاحفنا قليلة، ويبدو أن البرونز قد ظهر فجأة وانتشر على نطاق واسع وبشكل كبير في كل مكان. الصين الكنعانيين زيادة قساوة البرونز ليصبح بقوة الفولاذ، وهو أقصى من الذي نصنعه اليوم، وما زلنا غير قادرين على فهم تلك التقنية. إيران أعمال فنية من البرونز تحتوي على الزرنيخ وهو منتج معقد. روما صمام وزنه 80 باوند، مصنوع من البرونز الخالي من الزنك والغني بالرصاص غير القابل للتآكل، البلاتين والألمنيوم. الصين 297 ميلادية، حزام من الألمنيوم نقي بنسبة 85% وحلي من الألمنيوم بين قوسين شبه النقي. الباكستان فنجان وأنبوب صغير من الألمنيوم. الإكوادور جيثارة وصندوق صلب من الألمنيوم وأشياء أخرى. الإكوادور لفافات من الصفائح المعدنية بطول 15 إلى 30 قدما، وتتألف من 4 أقدام من الألواح الصناعية مثبتة مع بعضها من الذهب والفضة اللامعة الفريدة، بالإضافة إلى معدن مصهور، ويظهر هناك معدن من الألمنيوم اللامع، وجميع تلك الأشياء هي أدوات قديمة من الألمنيوم. وعلى أي حال فإنه من المفترض أن الألمنيوم لم يكتشف حتى عام 1803، ولم يتم الحصول عليه بنجاح بشكل نقي حتى عام 1854، ومن الصعب أن نفصله عن هيدروكسيد الألمنيوم والحصول عليه نقيا دون استخدام الكثير من الطاقة الكهربائية. البيرو الإكوادور حلي وأشياء أخرى من البلاتين. الإكوادور أدوات مصنوعة من خليط من البلاتين والذهب. البيرو صفيحة بطول 25 قدما من الذهب الأبيض بين قوسين، وهي خليط من البلاتين والذهب والفضة،
وقد عثر عليها الإسبان، ولم يعرف الأوروبيون كيفية إنتاج هذا الخليط المعدني ذا درجة الانصهار العالية حتى عام 1804. وكان ذلك العمل يتطلب إما فرنا حراريا عالي الحرارة مع مضخة هوائية، أو كبديل عن هذا استخدام تقنية المسحوق باودر كتلك التي استخدمت في التكنولوجيا الفضائية منذ عام 1966. معادن أخرى: باكتيريا، أفغانستان، القرن الثاني قبل الميلاد، قطع عملة معدنية تحتوي النيكل، وهو معدن لا يمكن استخلاص الشوائب منه إلا بطريقة معقدة. مصر، حديد غير قابل للتآكل كالأسلحة التي لا تصدأ. وقد ذكر المؤرخ العربي ابن عبد الحكم أن تلك الأدوات كانت توضع في أقبية. الصين، أدوات زراعية مصنوعة من الحديد والتي لم تصدأ على الرغم من مرور 2000 سنة على وجودها في التربة الرطبة، وقد تم اكتشافها مؤخرا. ميهولي، بالقرب من دلهي الهند، قطع ضخمة من السبائك القديمة كعمود أشوكا الذي يعود إلى 1500 سنة مضت، وهو عمود من الحديد الصلب يزن 6 أطنان بارتفاع 23 قدما وثمانية إنشات، وهو عمل ضخم وبالكاد تظهر عليه آثار الصدأ. وهذا ليس إلا دليلا على وجود علم غير معروف ومعقد. من المفترض أن تتآكل أي قطعة حديدية بقيت لمدة 1500 سنة تحت الشمس الاستوائية والرياح الموسمية، ويمكن تصنيع هذا المعدن النقي اليوم بكميات محدودة بواسطة التحليل الكهربائي. كوتني فورست، ألمانيا، عمود حديدي أكثر قدما وتحت نفس الظروف، ولكن آثار الصدأ عليه أقل. موتشيكاس، البيرو، خليط من الذهب والفضة والنحاس، ولم يتم حتى الآن اكتشاف الطريقة التي تم بها التوصل إلى هذا الخليط. الإكوادور، عجلة مصنوعة من النحاس المقوى بالفولاذ، تم العثور على عدد ضخم من اللقى في تل قديم في ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مصنوعة من النحاس المقصى أو المبرد بواسطة طريقة لم تعد معروفة الآن. أمريكا الوسطى، خيوط معدنية مصنوعة بواسطة تقنية السحب. مصر، حفارات لها رؤوس من المعادن الثمينة مثل حفارات النفط الحديثة التي تستخدم فيها رؤوس حفر مصنوعة من الألماس والتي تتطلب ضغطا عاليا. البيرو، جواهر من الكوارتز مثقوبة بدقة عالية، وهذا أمر يتطلب عملية معقدة ويمكن القيام بذلك اليوم فقط بواسطة مثاقب عالية السرعة. كاتال هواياك، تركيا، مثاقب قادرة على صنع ثقب أرفع من الإبرة. مصر، أزاميل، ذات رؤوس نحاسية تمت تقويتها بطريقة غير معروفة إلى يومنا هذا. العراق، مصر، مناشير من البرونز والنحاس تمت تقويتها بوضع ثاني أكسيد السيليكون، وقد صنعت أسنانها من الجواهر. أمريكا الوسطى، البيرو، الهند، تيهواناكو، بوليفيا، العراق، إجراء عملية اللحام بما في ذلك اللحام بخلائط من الرصاص والقصدير بنسبة 40/60، وهي تضاهي أفضل أنواع قضبان اللحام في يومنا هذا. الذهب والفضة، تيهواناكو، بوليفيا، إنتاج صفائح والحفر البارز والتخريم باستخدام الفضة. الولايات المتحدة الأمريكية، جرة من الفضة مرصعة بنقوش نباتية وهي تعود لفترة ما قبل الطوفان. الإكوادور، فضة لم تفقد بريقها حتى يومنا هذا. مصر، البيرو، بلغاريا، 3000 قبل الميلاد، أسلاك من الذهب أو النحاس. اليونان، أوكرانيا، مصر،
غواتيمالا، أقنعة ذهبية تضع على وجه الميت وهي تحمل ملامح مرتديها تماما. من كوستاريكا إلى البيرو، تقنية التلبيس بالذهب والتي تتطلب عمليات أقل من تلك التي نقوم بها في يومنا هذا. مصر، طرق الذهب على شكل صفائح رقيقة جدا، بحيث أن 367 صفيحة منها شكلت كوم بارتفاع إنش واحد. البيرو، الصين، خيوط من الذهب والفضة تستخدم في الخياطة. البيرو، شبكة دقيقة من الذهب عالي الجودة وملابس من الذهب. كريت، 1500 قبل الميلاد، خلايا نحل معقدة مصنوعة من الذهب. مصر، قطع ذهبية صغيرة خفيفة جدا، حتى أن المرأة يظن بأنها صنعت بتقنية حديثة جدا. الإكوادور، كريت، طروادة، اليونان، سومر، إتروسكانز، إيطاليا، حبيبات من الذهب. صياغة حبوب صغيرة من الذهب بحجم نصف رأس الدبوس، وهي مرصعة بحبيبات مجوفة أصغر حجما. خيوط من شعر الأسد بطول نصف إنش، وريش وأجنحة البط التي تصل إلى 1.25 إنشا. ونفس التقنية مستخدمة في صناعة أجنحة البومة وحراشف الزواحف. استخدمت نفس التقنية أيضا في صنع محافظ صغيرة وأقراط، إضافة إلى أشياء أخرى كثيرة. ولا يمكن دراسة قيمة تلك الأشياء إلا عبر دراستها بعدسة مكبرة. كولومبيا، بابل، البيرو، التبت، تماثيل وأعمدة بطول 90 قدما مغطاة بالكامل بالذهب والفضة. البيرو، المكسيك، تماثيل بالحجم الطبيعي مصنوعة من الذهب والفضة، وهناك صورة من الذهب مطعمة بالزمرد والأحجار الكريمة تغطي جدارا كاملا طوله 50 قدما، وعندما تسقط عليها أشعة الشمس فإنها تضيء المبنى بأكمله. ليما، البيرو، تم استخدام مسامير من الذهب في معابد باشاكاماك، وقد وجد أنها تزن طنا واحدا. إن وفرة المعادن الثمينة في العصور السابقة قد جعلت أي أداة مستخدمة تحمل مظهرا جماليا يفوق ما نملكه الآن. وهكذا نرى أخيرا أعمالا قد صنعت من الذهب ومفروشات من الفضة وأدوات طعام ومعدات للحدائق وحتى أحذية، كلها من الذهب والفضة، وحوض استحمام من الذهب والفضة، وأنابيب من الذهب والفضة. وقد ذكر الإغريق القدماء أن السفن الذاهبة إلى تراتيسوس عثرت عن كميات وافرة من الفضة، حتى أنهم استبدلوا أثناء رحلة عودتهم المرساة المصنوعة من الرصاص بواحدة أخرى من الفضة. كما أن موتزيما زعيم الأستيك لم يتناول من نفس الطبق الفضي أو الذهبي مرتين. بالطبع، فإن مرور الزمن قد أزال الكثير من الدلائل، لكن على أي حال فإن جل اهتمامنا كان ينصب على تقنيات أجدادنا القدماء. فهل لاحظتم التفاصيل العديدة التي تدل على أن علم المعادن عند القدماء كان أكثر تطورا مما نمتلكه الآن؟ يبدو من المؤكد أن علم المعادن قد اندثر وأصبح منسيا، ونحن ما نزال نحاول كشف النقاب عن تلك الأسرار. الفصل الرابع عشر، صناعة الزجاج. عنكبوت مثير تحت المجهر. سحالي واثبة، ماذا يعني ذلك؟ هل نقوم بجولة أخرى؟ لم يصدق الطيارون البيروفيون أعينهم. عدد كبير من نماذج هندسية وصور ضخمة لطيور وحيوانات وبشر منتشرة على مد النظر في سهول نازكا المقفرة. تلك الأجسام المرسومة في الأرض ضخمة جدا، بحيث لا يمكن رؤيتها إلا من الطائرة. أعجوبة صغيرة لم تكتشف حتى ذلك اليوم من عام 1939، ابتدعتها حضارة مجهولة قبل حضارة الإنكا،
وهي رسومات تنتشر على مساحة 30 ميلا مربعا، ولكنها ما زالت غامضة. كيف تمكن إنسان من أن يرسم أشكالا ضخمة يمكن مشاهدتها بوضوح من على ارتفاع 1000 قدم في الجو؟ إحدى هذه الرسومات تصف عنكبوتا لديه رجل واحدة طويلة وممدودة عمدا، وفي رأس رجلها يوجد بقعة أرض صغيرة ومعزلة. هناك عنكبوت واحد فقط معروف عنه أنه يستخدم طرف رجله الثالثة بنفس الأسلوب الدقيق الذي يصفه الرسم، وهو عنكبوت ريسينولي الذي يعيش في أعماق الكهوف في أدغال الأمازون. عرف هذا العنكبوت من قبل العلماء بطريقته الفريدة في التزاوج باستعمال رجله الممدودة بالطريقة الموصوفة. إنها أنواع نادرة جدا. المذهل حقا في الأمر هو أن طريقة هذا العنكبوت في التناسل لا ترى إلا بواسطة المجهر. السؤال هو كيف استطاع هؤلاء الفنانون اكتشاف ومراقبة هذه الطريق، إلا إذا اعترفنا بأنهم قد ورثوا معرفة في العلوم تعادل معرفتنا، بما في ذلك استعمال عدسات المجهر. لذلك نعود للصناعات الزجاجية فنجد أنفسنا نتعامل مع أكثر المفاجآت في العالم القديم. لم يعد أي شيء مدهشا بعد الآن، يجب أن تصبح كلمة مستحيل مستحيلة تماما بالنسبة لنا. ليس هناك شيء يسمى مستحيل. الصين 2500 قبل الميلاد، أشور. العراق 2700 قبل الميلاد، أرمينيا 2500 قبل الميلاد. صناعة الزجاج. حيفا فلسطين، كتلة زجاجية تزن 88 طنا. هناك كتلتان من الزجاج أضخم منها، كلتاهما مسبوكتان، مرآتان ضخمتان لتلسكوب. طبعا قيل لنا بأن الإنسان القديم متخلف، اعذروني على فضولي، ولكن لدي سؤال: كيف طورت هذه الشعوب الأولى المقدار اللازم من الحرارة الضرورية لصهر المواد وتحويلها إلى كتلة ضخمة من الزجاج؟ من الواضح أن هذه الكتلة يتعذر تفسيرها دون الرجوع إلى تقنية متطورة. بومباي إيطاليا، صفائح زجاجية ضد الكسر. أثينا اليونان، كرات زجاجية. الإمبراطورية الرومانية، القرن الأول بعد الميلاد، زجاج لين غير قابل للكسر. مصر، هناك إشارات كثيرة إلى ظهور الزجاج غير القابل للكسر في الأساطير العربية عن الأسرار القديمة، وكذلك الإشارة إلى المنارة ارتفاعها 44 طابقا أنشئت على كتلة صلبة من الزجاج. روما إيطاليا، أرض مسرح كاملة من الزجاج. روما، مزهريات زجاجية، كؤوس وما شابه، صفائح ذهبية، صفائح سميكة من الذهب مغطاة بالزجاج. كريت، كؤوس ملونة وأدوات طعام مطلية. مصر 3000 قبل الميلاد، مصغرات زجاجية، وهي أكثر الإنجازات إدهاشا في تاريخ صناعة الزجاج. زيمبابوي إماراس البيرو، طيور من الكريستال مصنوعة بمهارة رائعة. استعمال العدسات البصرية. ميتزامور أرمينيا 2500 قبل الميلاد، اكتشاف ملقط فولاذي مثل ملقط الحواجب، والذي مكن الكيميائيين وصانع الساعات من أن يمسكوا أجساما صغيرة لم يكن بإمكانهم إمساكها باليد. معالجة أجسام صغيرة جدا تتطلب استعمال عدسات مجهرية. مصر روما الإكوادور، نسخة من الإلياذة مكتوبة على جلود الحيوانات، وهي صغيرة جدا بحيث يمكن لفها على بكرة ووضعها على داخل جوزة. مركبة ذات عجلتين يجرها حصان منحوت من العاج، ويمكن أن تغطى بأجنحة الطائر. ختم يحتوي على 15 شكلا في مساحة 7 ملم،
ختم يحتوي على 15 شكلا في مساحة 1/3 إنش نصف قطر. خواتم ما زالت موجودة في خوفو ويتعود إلى 500 قبل الميلاد، وأحدها يملكه مايكل أنجيلو وعمره 2000 سنة، ويحمل نقوشا صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة. جسيمات من الخرز صغيرة جدا، كل واحدة منها أصغر من رأس الدبوس، والكثير منها منقوشة بشكل متقن، مثقوبة وملحمة مع بعضها البعض. إن أي فنان لا يستطيع أن ينتج مثل هذه الآثار دون عدسات بصرية. الإكوادور، منحوتات خشبية، لوحات من الأجور المشوي، وصحون معدنية، وكلها تحمل رسوما للخلايا المنوية المذكرة التي لا يمكن رؤيتها إلا عن طريق المجهر. اكتشاف المرايا والعدسات البصرية المصقولة. ميسوري، الهند. مرايا ذات سطحين عاكسين، المكسيك. مرايا دائرية جذابة ومصقولة إلى درجة عالية جدا، أولميكس، المكسيك. مرايا مقعرة، الإكوادور، قاع البحر. عدسات محدبة مصنوعة من الزجاج البركاني، قطرها 2 إنشين، وهي تعمل كعدسة مكبرة ولا تسبب تشوها في الصورة المنعكسة، وقد أوضحت الصورة المنعكسة للوجه الشعر الصغير جدا. البيرو، مرايا مقعرة. ليبيا، عدسات عثر عليها في القبور. البرازيل، تياهواناكو. بوليفيا، كريت. تم العثور أيضا على مرايا وعدسات عاكسة في كل من كريت وأمريكا الجنوبية، وادي النيل، مصر، أستراليا الوسطى، نينوى، أشور. عدسات كروية من الكريستال ذات دقة عالية، من الواضح أنه تم قصها بآلة ما. قرطاجة، تونس. عدسة محدبة بحجم الزر، وقد قطعت من صخرة صلبة بدقة فائقة. هندوراس البريطانية، جمجمة من الكريستال ذات محاجر مجوفة، كما اكتشفت في أحد الآثار الموجودة في الأدغال. نظارات وعدساتها كانت محطمة، كان الضوء يشق طريقه من قاعدة الجمجمة عن طريق أنابيب ضوئية، ثم تتركز أشعة الضوء مباشرة من خلال مجموعة عدسات مقعرة ومحدبة إلى تجاويف العين المحفورة. هذا دليل على معرفة متطورة لاستخدامات الضوء. الفصل 15، أبنية عملاقة، مواقع أثرية غريبة في قعر البحر. كانت هناك مفاجأة مذهلة في انتظار الكابتن دون هنري، ففي أحد أيام سنة 1976، وبينما كان الكابتن دون على بعد 40 ميلا إلى الجنوب من فلوريدا ومتجها لصبر أعماق المحيط، ظهر فجأة أمامه بناء ضخم هرمي الشكل، وذلك على عمق 300 قدم تحت سطح البحر. وقد سجل الجهاز ارتفاع هذا الهرم والذي يقارب 420 قدما، وهو عبارة عن ناطحة سحاب حقيقية لها نفس حجم أهرامات مصر تقريبا. وكشفت صور الأقمار الصناعية لناسا في غابات الأمازون عن 12 هرما آخر، فشكل كل من الكاتب المعروف تشارلز بيرتز والدكتور مانسون فالنتاين المسؤول عن متحف ميامي العلمي بعثة علمية كبيرة، وهي الأولى من نوعها لدراسة هذه الأهرامات المتواجدة تحت الماء. وتتكون هذه البعثة من فريق ممتاز مكون من 15 من علماء الآثار والباحثين والغواصين، وذلك في أوائل شهر آب من سنة 1978. وفي نفس الوقت كان هناك بعثة ممولة من وكالة ناسا يترأسها المكتشف فيليب ميلر، وقد بدأت رحلتها في أدغال الأمازون في البيرو. واشتملت هذه البعثة على فريق تصوير سينمائي للتحقيق
ودراسة الزخارف والرسومات التي وجدت على الأهرامات. أليس هذا أمرا مذهلا؟ فهناك آثار عظيمة حول العالم تشابه بعضها من حيث البنية، كما تشابه بعضها من حيث التنسيق الجغرافي والفلكي. وماذا نريد أكثر من ذلك؟ فتلك الأبنية الدقيقة البناء والضخمة في الحجم والتي تبدو مستحيلة من الناحية التقنية تشير إلى أن في حوزة البنائين تقنيات غير معروفة ومصادر طاقة هائلة. هذه الآثار العظيمة التي واجهت ظروف الطبيعة والتي ما تزال قائمة رغم مروري 4000 سنة على بنائها، من الصعب التصديق أنها من بناء أولئك البدائيين الهمجيين. فمن المؤكد أنها معتمدة على مرتكزات علمية لحضارة متقدمة وعظيمة. وأنا بدوري أدعوكم للانضمام إلي برحلة ممتعة، وستعرفون ماذا أعني. تياهواناكو، بوليفيا. وهنا نرى الأشياء التي لا يمكن حصولها قد حصلت فعلا. فقد بني الموقع على ارتفاع 1200 قدم عن سطح البحر، وعلى هذا الارتفاع سيكون هناك نقص في أكسجين الهواء، مما ينتج عنه شعور بالدوار والغثيان في حال القيام بأقل جهد يذكر. ومع ذلك فقد نقل ما يقارب 200 طن من أحجار البناء لمسافات طويلة تبلغ 90 ميلا، وهذه العملية تعتبر مستحيلة التنفيذ في الهواء المتخلخل وباستخدام القوة العضلية. هذا الموقع العظيم قد بني ببراعة وتقنية راقية وبطرق غير معروفة لدينا، مما شكل إرباكا كبيرا للمختصين. فهنا توجد مدينة بأبعاد مذهلة، منطقة مترامية الأطراف مغطاة بآثار الأهرامات المدمرة، هضاب اصطناعية وصفوف من أحجار عملاقة، والأرصفة والمخازن والبوابات الضخمة التي تظهر فن عمارة متطور يفوق تقنيات عصرنا الحالي. كما أن هناك العديد من المداخل والأقواس المبنية من حجر واحد، تعتبر بوابة الشمس أكبر منحوتة من حجر واحد في العالم، وهي عبارة عن قطعة واحدة بارتفاع 10 أقدام وعرض 6 أقدام. وهناك بعض الأبنية والمنشآت التي لها أحجام مذهلة، فقلعة أكابانا مساحتها 650 × 490 قدم، كانت فيما سبق عبارة عن هرم بارتفاع 167 قدما. ومعبد الشمس كان على رصيف طوله 440 قدما وعرضه 390 قدما، مشكل من حجارة تزن الواحدة 100 × 200 طنا. أما جدران المعبد فهي تتكون من حجارة تزن الواحدة منها 60 طنا، كما تزن كل درجة من درجات الطريق 50 طنا. وهنا توجد معابد معلقة وهي تشبه تلك الموجودة في كل من الحضارتين المندثرتين البابلية والنينوى. يبلغ ارتفاع جدران القصر 220 قدما بعرض 180 قدما، ويبلغ طول قاعة العرش 160 قدما بعرض 130 قدما. كما كانت جميع الدرجات اعتبارا من مدخل القصر تغسل باستخدام مياه البحيرة، والتي تراجعت في وقتنا الحالي 15 ميلا للوراء. أما قاعة المحكمة الموصوفة فمساحتها 80 قدما مربعا، والتي تحتوي على شرفة مسقوفة في جهة واحدة مساحتها 45 قدما. القاعة والمحكمة هما عبارة عن قطعة واحدة من الحجر الملبس. أما الكتل الحجرية المستعملة في البناء فطول الواحدة منها 36 قدما وعرضها 7 أقدام، وهي مجهزة دون استخدام كلس أو بلاط، ودون استخدام أي وصلات أو مفاصل. وكل حجر تقريبا مقصوص بدقة ومصقول، وقد تم حساب درجة ميلانه بدقة. بالنسبة لأنابيب المياه فهي ذات أشكال حديثة وجميلة وذات مقاطع ناعمة، وسطوحها الداخلية والخارجية
مصقولة كما أن حوافها مضبوطة بدقة. وبالنظر إلى مقطع نصفي في الأنابيب سنجد أنها تحتوي على أفلام ونسوءات متناسبة مع بعضها البعض. قام الفاتحون الإسبان بسرقة المفاتيح الفضية أو المشابك النحاسية التي تربط حجارة الأساس ببعضها، مما يحمي هذا المبنى الحجري من التأثر بالهزات الأرضية. وحتى قبل مجيء الإسبان بقيت هذه الأبنية الحجرية صامدة لآلاف السنين، ولكن الهزات الأرضية المتلاحقة قد أثرت على الأبنية. وفي أواخر القرن التاسع عشر كان هناك صفوف من الأعمدة المرتبة التي تثير الإعجاب، والتي للأسف الشديد ليس لها أي أثر في وقتنا الحالي بسبب النهب والسرقة. فالعديد من الأبنية الضخمة نصفت بواسطة الديناميت، وكنوز هائلة قد اختفت دون أي أثر. لم يبق سوى تمثال واحد ارتفاعه 24 مترا، ساكاساي هوامان البيرو، بقايا قلعة ساكاساي هوامان. تطل هذه القلعة على عاصمة كيزكو القديمة، جدرانها المزودة بمصاطب طولها 1500 قدم وعرضها 54 قدما. قطع حجرية ضخمة يقدر عرضها 25 قدما ووزنها 50 على 200 طنا، وهي موضوعة بجانب بعضها بطريقة معقدة، بحيث أنه من المستحيل لرأس سكين حاد المرور بينها. هناك قطعة حجرية من الحائط الخارجي لها عدة وجوه مقطعة بطريقة معينة لتلائم 15 قطعة حجرية أخرى، كما أن هناك قطع حجرية أخرى مقطعة إلى 10 أو 12 و16 وجها ودون استخدام مادة طينية بينها. وهنا علينا الانتباه كيف أن كل وجه يتلائم وبشكل كبير مع الوجه الحجري الملامس له من كل الاتجاهات، بما في ذلك السطح الداخلي. إنه شيء لا يصدق فعلا، ويكون العمل متشابكا ومعشقا بشكل متكامل، بحيث يؤمن إمكانية تطابق كل قطعة مع القطعة الحجرية الأخرى، أو حتى أن عملية الشحذ للأمام ثم للخلف للحصول على مطابقة تامة هي مستحيلة، حتى ولو كانت معقولة وغير مستحيلة. فإن القوة اللازمة للقيام بهذا ستكون كافية لتأمين الاحتياجات لمدينة عصرية، فهل ترون أين تكمن المشكلة؟ وفي هذا الموقع وعلى بعد مئات اليردات تتوضع قطعة حجرية منعزلة لوحدها لها حجم 5 بيوت ويقدر وزنها 20,000 طن. نعم 20,000 طن، وهي مقطوعة ومحفورة بدقة تامة، حتى أننا لا نملك في يومنا هذا أي نوع من الآلات التي تستطيع حتى تحريك مثل هذه الأوزان. فإن دل هذا على شيء إنما يدل على وجود تقنية غامضة لم نتوصل إليها حتى يومنا الحالي. أما المقالع التي جلبت منها الأحجار فهي على بعد 20 ميلا على الجهة الأخرى من السلسلة الجبلية، ويفصل بين القمتين وادي عميق. ويبقى السؤال حول كيفية نقل مثل هذه الصخور العملاقة إلى هذه المنطقة، وعبارة عن لغز يحيرنا. شيلي، هناك موقع آخر في أعالي إحدى الهضاب، مجموعة مكونة من 233 قطعة حجرية موضوعة وبشكل هندسي في نسق مدرج. بعضها كبير يصل ارتفاعه 12 على 16 قدما وطوله 20 على 30 قدما وتزن مئات الأطنان. وهناك كراسي حجرية الضخامة، كل واحدة منها تزن ما يقارب 10 أطنان. البيرو، تتشكل جدران القلعة من قطع حجرية متراصة بشكل محكم، ويزن كل منها ما يقارب 150 إلى 250 طنا، وهي عبارة عن حجارة قاسية. ونحتاج لأدوات خاصة لنخترق مثل هذه الصخور. يتوضع المقلع الحجري على قمة الجبل وعلى بعد 7 أميال وعلى ارتفاع 100,000 قدم، فهل تصدقون بأن أولئك البنائين
قد نحتوا ونقشوا هذه الأحجار القاسية، ثم نقلوا هذه الأحجار التي يزن كل منها 200 طن لأسفل الجبل، ثم عبروا وادي عميق ذات منحدرات عمودية يبلغ ارتفاعه 1000 قدم، ومعهم القطع الصخرية، ثم رفعوها إلى الجهة الأخرى من الجبل لوضعها في مكانها. تتألف مرايا الجدار من 6 كتل عملاقة من حجر الرخام الوردي، والتي تزن كل منها 20 طنا على الأقل، وواحدة منها تزن 40 طنا. وكلما درسنا أكثر عن هذه الأبنية نزداد يقينا بأن الذين بنوها ينتمون لعرق عملاق من العلماء ذات التقنية الرفيعة جدا، وليس شعوب متوحشة كما نشأنا على اعتقاده. تشان تشان، بيرو. هذه المدينة التابعة للإمبراطور ياشيمو لها جدران تزيد سماكتها عن 40 قدما، وأبنيتها مزخرفة بأشكال الحيوانات والنباتات والنماذج الهندسية المختلفة. ماشو بيتشو، بيرو. وهي مبنية على حافة جرف شاهق على شكل حذوة فرس، وهو موقع تشعرنا آثاره الأسطورية بالمغامرة والغموض. أول ما يلفت الانتباه وتلك القطع الحجرية المربعة، طول الواحدة منها 16 قدما، وفوق كل واحد من الأبواب توجد أسكوفة من الجرانيت تزن 3 أطنان. وإذا دخلت واحدة من الغرف ستجد أن كل جدار فيها مؤلف من حجر واحد عملاق مقطع إلى 32 زاوية، والتي تجعل من السهل وضع الأحجار فوق بعضها. وقد أذهلت هذه الجدران المعماريين المعاصرين. باشاكاماك، بيرو. في هذا الموقع ثبتت المعابد والهياكل العملاقة بمسامير ذهبية تزن الواحدة منها طنا. أدغال الأمازون، البرازيل. وهناك تتوضع مدن بعيدة كبيرة بين غوياز وروزفيلت، وأحدها يحتوي على قوس مثلث مصنوع من ألواح حجرية يزن الواحد منها 50 طنا. فكيف قاموا بفعل ذلك؟ بارايبا، البرازيل. هناك موقع يحتوي على قلعة كبيرة مهدمة يبلغ ارتفاع جدرانها 80 قدما وسماكتها 16 قدما، وتحتوي على جدار داخلي يبلغ طوله 492 قدما وعرضه 150 قدما. إن أمريكا الجنوبية مليئة بالآثار المذهلة من هذا النوع. جزيرة روتس، اليونان. وهنا نجد تمثالا من البرونز الملبس بالحديد لإله الشمس هيليوس، ويتوضع على بعد 100 قدم عن ميناء روتس. ميسينا، اليونان. يبلغ ارتفاع حجر بوابة المدخل 18 قدما، وهو يدعم قطعة حجرية معترضة تزن 240,000 باوندا، ويبلغ طولها 30 قدما وعرضها 16 قدما وسماكتها 3 أقدام. وقد تشكلت هذه القطعة من حجر كلاسي واحد، وتعتبر هذه القطعة الحجرية أكبر من أي قطعة مستخدمة في بناء أهرامات الجيزة. أما السور فتبلغ سماكته 30 قدم. ترينز، اليونان. تبلغ سماكة جدرانها ما يقارب 50 قدما، وهي موضوعة في مكانها الصحيح، ولها زوايا فائقة الدقة والروعة، مما يجعلها تستحق المقارنة مع أهرامات مصر. ويشتمل القصر على بهو مكون من الألواح ومن أرضية مبلطة تملأها الرسومات، تبلغ مساحتها 1300 قدما مربعا. جزيرة تونغا، جنوب المحيط الهادي. وهنا نشاهد قوسا حجريا ضخما منفردا وزنه 95 طنا، وقد كان مرة مستخدما في مدخل مدينة، وقد أحضر من أقرب مقلع ويبعد 250 ميلا، وقد تم نقله عبر المحيط. جزيرة فانوليفو، فيجي. وهنا نجد حجر عملاق يزن 40 طنا، وتوجد عليه مخطوطة غير معروفة، ريماتورا، جزر ماريانا. هناك أعمدة يصل ارتفاعها إلى 16 قدما
وهو ما يساوي ارتفاع 6 طوابق. بومباي، جزر كارولين، هناك ما يزيد عن 90 جزيرة اصطناعية مسيجة بجدران تغطي مساحة 11 ميل مربع من الأبنية، وتتصل مع بعضها عن طريق قنوات اصطناعية أيضا. يشيرون إليها بمدينة البندقية المهجورة في المحيط الهادئ، ويبلغ ارتفاع جدران الأبنية 33 قدما، وسماكتها ما يزيد على 15 قدما، والمشيدة فوق شوارع مائية، وقد يصل ارتفاع هذه الأبنية إلى 60 قدما. وقد تم نقل ألواح حجرية ضخمة تزن بين 5 و25 طنا من مسافات بعيدة تقارب 25 ميلا، ثم تم وضعها في أعلى جدران عالية ضخمة يساوي ارتفاعها ارتفاع عدة طوابق. ويوجد هيكل معبد ضخم مبني فوق شبكة من المخازن والسراديب المتصلة بأنفاق، وفي مركزها توجد غرفة لها شكل هرمي وتحتوي على آثار أخرى ومتاهة من الأنفاق والسراديب. ويعتبر هذا الموقع كبيرا لدرجة أنه يتسع لما يقارب 1,000,000 شخص، ولا تظن أن هذا الرقم هو خطأ مطبعي. جزيرة إيستر، تعتبر هذه الجزيرة الأكثر عزلة بين باقي الجزر. يوجد هنا المئات من الوجوه الحجرية الغامضة، ويزن كل منها 35 حتى 50 طن، تبرز من التربة وتطل نحو البحر، وقد كانت ترتدي قبعات حمراء، وتزن كل واحدة من هذه القبعات 10 أطنان. يقدر محيطها 25 قدما وارتفاعها 7 أقدام وإنشين. وقد وضعت هذه القبعات بعد أن شيدت التماثيل. نحتت هذه التماثيل قرب فوهة بركان عالية، ونقلت للأسفل لمسافة 300 قدم فوق رؤوس تماثيل أخرى. وقد أنجزوا هذا العمل دون ترك أي أثر وراءهم، كما نقلت صعودا وهبوطا على المنحدرات لمسافة 5 أميال لتستقر في مكانها الحالي، وعلى واجهة صخرية مواجهة للبحر ارتفاعها 1,000 قدم. يوجد صف من الصخور بارتفاع 400 قدم، وعلى هذه الحافة نجد 25 طنا من التماثيل. لكن السؤال الذي يلفت انتباهنا هو: كيف قام هؤلاء البناؤون بقطع ونقل وتشييد هذه الرؤوس المذهلة بما فيها تلك الرؤوس أو التماثيل التي يقدر حجمها بحجم بناء مؤلف من 7 طوابق؟ بعلبك، لبنان. من الجدير بالذكر أن مدينة بعلبك تخفي لغزا قد لا نتمكن من فك رموزه أبدا، وقد بني فيها هيكلان رومانيان فوق منصة ملبسة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وهو رصيف ضخم. ويعد هذان الهيكلان الأكبر في التاريخ الروماني، وقد بدا صغيري الحجم بالنسبة للمنصة الكبيرة، وتعتبر المنصة عملا هندسيا فذا ليس له مثيل في التاريخ. وهنا نجد صخورا منفردة كل منها بحجم حافلة ركاب، يبلغ طولها 82 قدما وارتفاعها وسماكتها 15 قدما، وقد قدر وزنه كل منها بحوالي 1,200 و1,500 طنا، وتزن واحدة من الصخور 2,000 طنا، أي ما يقارب 4,000,000 باوندا من الصخر الصلب. وهي تحتوي ما يكفي لبناء بيت مساحته 60 قدما وارتفاعه 40 قدما وسماكة جدرانه 1 قدم. ومن الجدير بالذكر أنه تم تشييد هذا الموقع على ارتفاع 20 قدما فوق سطح الأرض. وتوجد أنفاق كبيرة في السور لدرجة أنها تسمح بمرور قطار، ورغم استخدام أحدث التقنيات فنحن لا نستطيع أن نحرك هذه الصخور التي لم يمسها أي ضرر منذ تلك العصور السحيقة. إن أكبر عربات السكك الحديدية تعتبر صغيرة الحجم بالنسبة لهذه الصخور، كما أنه لا توجد أي روافع أو أدوات رفع في عالمنا اليوم تستطيع أن تزحزح أو ترفع لوحدها هذه الصخور الكبيرة، وهي ملتصقة ببعضها بدقة وإتقان بحيث أنه حتى السكين الحاد لا تستطيع أن تمر بينها.
وسنحتاج إلى ثلاثة من أكبر الروافع لدينا، والتي ترفع كل منها 400 طن، وذلك لتحريك واحدة من الصخور. حتى إذا استطعنا أن نقوم بهذا العمل دون إلحاق الضرر بالصخرة، وذلك بسبب الضغط الناتج عن ثقلها الهائل وباستخدام قطار الشحن السريع، فإن أسرع عربة للشحن تستطيع أن تنقل 110 طنا فقط. وعلى فرض أنه وبطريقة ما فإن الصخرة قد تنقل على عربة ذات دواليب، فالحمولة الهائلة ستسحق العربة إلى قطع صغيرة على سطح الصخرة. وواحدة من هذه الأحجار ما تزال موجودة في المقلع، ارتفاعها 12 قدما وسماكتها 12 قدما وطولها يزيد على 60 قدما، ولتحريكها بالقوة العضلية يستلزم جهد 40,000 من الرجال. لكن عندها كيف سيستطيع العديد منهم الاقتراب من الصخرة لتحريكها؟ بريطانيا. وقد شيدت في الفترة ما بين 1700 قبل الميلاد كمرصد فلكي وآلة للحساب 40 من الصخور الزرقاء، والتي يزن كل منها 5 أطنان، قد نقلت لمسافة 240 ميلا فوق الأرض والماء. صخور أخرى وزن كل منها 25 و50 طنا تم إحضارها من مقالع تبعد 20 ميلا عن الموقع. وقد نصبت هذه الأعمدة الحجرية التي يبلغ ارتفاعها 18 قدما بشكل دائري، ومن ثم وضعت فوق حجارة أفقية. وقد ساعد وجود الفتحات في الحجارة على أن تنطبق تماما على الصخور التي تحتها. قاموا برفع هذه الصخور 20 قدما، وإذا ما قبلنا بغرضهم الفلكي فإنه من الضروري أن تكون متطابقة لأقصى درجة. وحتى في يومنا الحالي فإن هذا لن يكون سهلا أبدا. تؤكد الأساطير التاريخية على أن رافعة ميكانيكية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ قد أعطت الارتفاع المطلوب، وهكذا تم وضع الصخور في مكانها بثبات. وبتقنية غير معروفة لنا قام القائمون على العمل بحساب عمق الفجوات المطلوبة ليكون للصخور نفس الارتفاع، وقد حقق هذا الحساب الدقيق نتائج جيدة والتي نحتاج لكمبيوتر في يومنا الحالي للحصول عليها. وبالتأكيد فإن الأمر يحتاج إلى أدوات ضبط دقيقة مشابهة لتلك الموجودة في أيامنا الحالية. إن مثل هذه الحسابات المعقدة تستلزم وجود الكتابة، إن التجويف واللسان البارز في الصخور المرفوعة يشير إلى براعة فنية كافية لبناء بيوت حجرية، إن إتمام العمل يتطلب مستوى عالي من القدرة العقلية، فيتطلب وجود نيوتن وإنشتاين حقيقي في العمل. أفبوري، بريطانيا. كان هناك موقع أكبر من ستونهينج، وقد كان يتألف من 650 من الحجارة، والتي تكون دائرة كبيرة حول هضبة اصطناعية. لكن عمليات تكسير الصخور والتي استمرت على مدى العصور واستخدامها لبناء المنازل لم يترك سوى 20 حجر فقط في الموقع الأصلي. 600 موقع آخر في بريطانيا. هذه المواقع قد خططت بدقة لا تقاس اليوم إلا بمساعدة فريق مكتشفين ذوي كفاءة عالية، بالإضافة إلى الدقة العلمية في بعض الحالات. كانت نسبة الخطأ لا تتعدى 1 على 1500. وهناك العديد من الصخور محفور عليها نقوش على شكل فنجان وحلقة، وهي دقيقة جدا حيث تختلف أقطارها بنسبة عدة آلاف من الإنش فقط. وقد عمل البناؤون مستخدمين وحدة قياس واحدة في كافة مواقع بريطانيا الأثرية، وهي الياردة الميغاليثية، وتقدر ب 2620 قدم. مثل هذا التمثال والانتظام يشير إلى مركزية إدارة البناء التي قامت بعملية القياس وخططت وباشرت ببناء كل المواقع. ولم تكن كل المواقع ذات شكل دائري، بل بعضها له شكل أهليلجات كبيرة، وقد صممت على هذا النحو لمراقبة تحركات القمر قبل الخسوف.
هذه الإجراءات في القياس هي ممكنة فقط إذا اعتمدت على النظريات المعقدة التي تستند إلى مثلث فيثاغورث. أما طريقة تموضع هذه المواقع وتوزيعها فهي تشير إلى أنهم عرفوا بحقيقة تقوس وحجم الأرض كبيرا، كما أن جميع المواقع تبدو متراصفة في نموذج هندسي موحد. إنما يزيد على 300 من الأحجار المرصوفة على شكل دوائر تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والحجارة القائمة والمنفردة تظهر أن كل واحد منها يصطف مع ما يجاوره بمسافة 20 ميلا وبزاوية 1/223 درجة أو ضعف هذه الزاوية. ويعتبر هذا شديد الأهمية لأنها زاوية ميل محور الأرض. أيضا في بريطانيا مدفن ويسكينت الطويل، والذي شيد قبل 2000 قبل الميلاد بوقت طويل، وعبارة عن مدفن مرتفع طوله 53 قدما واتساعه يزيد على 75 قدما، ينتهي بقبر مسدود بحجارة كبيرة تزين أحد هذه الصخور 20 طنا. من المحتمل أن هذا الحجر هو الأقدم في بريطانيا، ويظهر لنا هذا المدفن براعة ذات مستوى عال في فن البناء. هضبة سيلبوري، وهي أكبر تلة صناعية في أوروبا، وهي تغطي مساحة 5.5 أكرا بارتفاع 130 قدما، وقد بنيت بجدران داخلية نصف دائرية، ذلك لتحقيق الثبات. وتظهر في طريقة بنائها إدراكا لمشاكل هندسة التربة. بريطاني فرنسا نصب إليمالو، وهو حجر ضخم جدا ويزن 90 طنا. وهناك حجر لوكمار ييكر، وهو حجر ضخم على شكل عمود يبلغ ارتفاعه 76 قدما ويزيد وزنه على 380 طنا، ويمكن مشاهدة هذا العمود من مسافة 10 أميال عبر المحيط. وفي الواندان يوجد موقع بروناند دولمين العظيم، والذي يبلغ طوله 56 قدما، وتزن أكبر صخرة فيه 350 ألف باوندا. ألتين تيبي تركيا، وهو بقرب جبال أرارات، وهو المكان الذي نزل به الناجون من الطوفان. وقد رفع المهندسون القدماء صخورا جرانيتية تزن 40 طنا لارتفاع 200 قدم أو ما يقارب 20 طابقا، وذلك قبل أن يقوموا بتركيبها مع بعضها. ديرين كويو تركيا، ونجد هنا مدينة تحت أرضية تخفي 30 طابقا في الأرض، كما يوجد متاجر ووسائل الرفاهية العديدة، وفيها أيضا نظام تكييف هوائي معقد موزع في كل زاوية من المدينة وبكل الدرجات. فهل تستطيع أن تتخيل هذا؟ بعض الغرف قد تتسع لستين ألف شخص، وهذا الرقم هو سعة ملعب كرة قدم كبير. لكن هناك المزيد. النمسا، هذه الحضارة والتي تبلغ من العمر 2500 سنة، تبلغ سماكة جدرانها 32 قدما، وقد أحضرت حجارتها إلى قمة الجبل، وقد ثبتت بقطع كبيرة من الرخام. كلوزيوم إيطاليا، وهنا يمتد الضريح أو المدفن مسافة 300 قدم في كل جهة، ويحتوي على متاهة واسعة ترتفع 50 قدما، ومحاط بثلاث سلاسل من الأبراج، والارتفاع الإجمالي للبناء 350 قدما. يا له من قبر. مالطا، وهنا نجد نصبا تذكارية ضخمة أمامنا، كما نجد أنفاقا لا حصر لها وتحتوي على حجرات تحت الأرض على عمق 3 طوابق، وتتجاوز أعمدة المعبد الحجرية 16 قدما في ارتفاعها، ويبلغ طول الحجر ما يزيد على 26 قدما وعرضه 13 قدما. يبلغ طول البلاطة 23 قدما وارتفاعها 10 أقدام، وما هو ظاهر قد يزن ما يقارب 70 طنا. وقد نجت معابد مالطا لآلاف السنين على الرغم من الهزات الأرضية التي تعرضت لها على مدار آلاف السنين. صور
لبنان يبلغ ارتفاع جدرانها 165 قدما أو 16 طابقا. العراق نينوى، هذه المدينة محاطة بسور طوله 60 ميلا وارتفاعه 100 قدم، ويحيط بها 1500 برج للدفاع عنها. العراق أور، وهي عبارة عن أبنية من القرميد الصلب، وتبلغ سماكة جدار المدينة 80 قدما. مدينة بابل في العراق، تعتبر هذه المدينة واحدة من أعظم وأقوى المدن التي بنيت على مر التاريخ، فهي تغطي مساحة 150 ميلا مربعا، وقد أحيطت كل هذه المساحة بسور سماكته 30 قدما وارتفاعه 100 قدم. برج مردوك، ويتألف من 7 طبقات كل منها بلون مختلف، ويعلوه هيكل ذو لون أزرق يرتفع ما يقارب 30 طابقا في السماء. وقد استغرق ألكسندر العظيم 600 ألف يوم من العمل فقط لإزالة الحطام والركام. الربع الخالي في السعودية العربية، تعرف هذه المنطقة من السعودية بالربع الخالي، وهي منطقة خطيرة وممنوعة، وهي مستحيلة الدخول، وهكذا فهي تبقى واحدة من أعظم مناطق العالم غير المكتشفة. وفي إحدى فترات التاريخ كانت قد ازدهرت هنا 5 ممالك، وقد تفاخرت مدنها بحجارة البناء الضخمة والتي قورنت بتلك التي في بعلبك، وهي عالية مثل ناطحة السحاب. إن الأبنية التي ما تزال قائمة في المدن التي تستطيع زيارتها ترتفع مسافة 9 طوابق، وقد أكدت المخطوطات العربية القديمة بأن هذه الأبنية التي نراها هي مشابهة لتلك الموجودة في المدن المندثرة في الربع الخالي. العديد من السجلات تتفق مع احتمالية وجود ناطحة سحاب ذات 20 طابقا. أفغانستان عبارة عن 5 تماثيل منحوتة على سفح أحد المنحدرات، ويبلغ طول واحد منها 180 قدما 125 قدما. الهند، لوح حجري موضوع فوق قمة معبد بوذي، ارتفاعه 228 قدما، ويزن هذا اللوح 2000 طنا. أستراليا كويلاند، وهنا نجد عددا من الأبنية الهرمية الغامضة التي يدعي الجيولوجيون بأنها طبيعية. هذه الأهرامات والتي يبلغ ارتفاعها 400 قدم ولها 4 جهات، طول كل منها 400 قدم عن القاعدة، وعندما رسم بين مواقعها على الخارطة خطا مستقيما وجد بأنها متناسقة بدقة، واتصلت مع بعضها على مسافة تبعد مئات الأميال المربعة. باثورست أستراليا، حجارة مرصوفة تغطي مساحة عدة أميال مربعة، تحتوي على حجارة يبلغ طولها ما يزيد على 15 قدما. أمريكا، الآلاف من ورشات البناء الترابية ذات الأشكال الهندسية والضخمة وجدت في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة، وسواء كانت مجتمعة أو منفردة، فقد استلزمت هذه الأبنية عملا منظما حتى أنه أدق من الذي نحتاجه لبناء الأهرامات. تل كاهوكيا في إلينوي، يعادل في ارتفاعه 10 طوابق ويغطي مساحة 16 أكرا، كما أن التل الموجود في بوفيرتي بوينت ويعود إلى 1300 سنة قبل الميلاد يزيد حجمه بأكثر من 35 مرة عن حجم الهرم الكبير. وفي تكساس يبلغ ارتفاع الجدران 49 قدما في مدينة مدفونة تزيد مساحتها على 4 أميال مربعة، وقد بنيت بطريقة البناء الحجري الجميل المستخدم اليوم، وتظهر الأحجار هنا مصقولة عند الحواف. منطقة جزر البهاما، وهنا نجد هرما مغمورا في قار المحيط، وله قاعدة اتساعها 450 قدما وارتفاعه حوالي 420 قدما. الحجارة المتحركة روكينغ ستونز، الولايات المتحدة، يعتقد أن هذه الحجارة
وضعت اصطناعيا في 8 مواقع على الأقل، وهي تزن من 15 إلى 60 طنا، ويبلغ محيط أحدها 45 قدما، وسماكته 7 أقدام، كما يبلغ محيط حجر آخر 31 قدما. نستطيع تحريكه بقوة اليد، لكن 6 رجال مع قضبان حديدية لا يقدرون على تحريكه عن قاعدته. المكسيك. حوالي سنة 1500 قبل الميلاد نقلت كتل صخرية تزن ما بين 20 إلى 50 طن بواسطة شعب الأولميك لمسافة 80 ميلا عبر البحيرة. آثار المايا في المكسيك. ما يزيد على 80 من المدن الحجرية ذات الأشكال الهندسية، ويبلغ ارتفاع بعض أبنيتها 200 قدم، كما تزن حجارة الأبنية العامة في بعض الأحيان ما يزيد على 40 طنا. رؤوس بازلتية منحوتة تزن ما يقارب 24 طنا. تيكال، غواتيمالا. نجد هنا أحد الأهرامات الشديدة الانحدار بجدران تبلغ سماكتها 40 قدما وترتفع 230 قدما. أكسيوم، إثيوبيا. في هذه العاصمة القديمة والتي يفترض أنها شيدت من قبل واحد من أحفاد نوح، نستطيع رؤية بعض الحجارة الضخمة القائمة منها، ويزن أكبر هذه الحجارة 500 طنا، وقد كان طوله 110 قدم قبل أن ينهار. طيبة، مصر. إن معبد آمون كما هو في وقتنا الحالي يزيد طوله 1 على 5 ميلا، ويبلغ ارتفاع الأعمدة 78 قدما، وسماكة كل منها 10 أقدام. تمثال رمسيس الثاني يزن 900 طن، ويبلغ ارتفاعه 57 قدما، وتبلغ المسافة بين كتفيه 22 قدما، كما يبلغ طول إصبعه الكبير ياردة واحدة فقط للإصبع. 2 من التماثيل العملاقة كل منها يزن أكثر من 1500 طن، وقد نقلت من الجبل الأحمر والذي يبعد 438 ميلا، ويبلغ ارتفاعهما 65 قدما، وقد نحت كل منهما من صخرة واحدة. مسلتان، نصب عمودي كبير، نقلتا 130 ميلا من أسوان بأمر من الملكة حتشبسوت، والتي تكسرت فيما بعد من قبل وريثها، وقد كانت كل منهما قطعة منفردة من الصخر يبلغ طولها 185 قدما، ما يقارب 18 طابقا، وتزن 2400 طنا. الفراعنة. الإسكندرية، مصر. تلك المنارة التي يبلغ ارتفاعها 440 قدما، والتي تقع على جزيرة الفراعنة والمبنية من الرخام الأبيض، كان ضوءها ينير لمسافة 25 ميلا. أهرامات الجيزة في مصر. ويعتبر هرم خوفو هو أكبرها الحجم، يبلغ ارتفاع هرم خوفو 476 قدما، قاعدته 764 قدما، ومساحته 13 أكرا، وهي مساحة تعادل 7 كتل سكنية. أما الواجهة الكلاسية المصقولة والتي قلعت في وقتنا الحاضر تغطي مساحة 22 أكرا، وهو أكبر من أي بناء حديث. ناطحة سحاب نيويورك تعتبر من أعلى الأبنية التي شيدها الإنسان المعاصر، ومع ذلك فهي تشكل 2 على 5 من حجم هرم خوفو. الوزن. يحتوي هذا البناء هرم خوفو على 2,300,000 قطعة حجرية، والتي يبلغ إجمالي وزنها 6,250,000 طنا، كل صخرة تزن 2.5 طن. أما الحجارة التي شيدت منها غرفة الملك فهي عبارة عن ألواح جرانيتية يزن كل منها 60 على 70 طنا، وقد أحضرت من مقلع يبعد 60 ميلا. حجارة التلبيس، والتي ما تزال في مكانها في الواجهة الشمالية قرب القاعدة، يزن كل منها 15 طنا. دقة البناء. للهرم شكل مربع تام، ونسبة الخطأ فيه
13,000 من الدرجة، على الرغم من أنه مبني من 2,300,000 قطعة حجرية كبيرة ومتلاصقة مع بعضها دون أي مادة لاصقة، فنحن لا نستطيع أن نمرر سكينا حادا دقيقة بينها. أما المفاصل بين التلبيسات الكلاسية الأصلية فبالكاد أن يتم إدراكها، فهي ليست أوسع من سماكة ورق فضي. وقد أعلنت واحدة من أكبر شركات المقاولات والتعهدات الأمريكية بأنها لا تملك أي تقنية أو آلة قادرة على صنع مثل هذا السطح الناعم مثل تلك التي تربط حجارة الأهرامات. فهذه الحجارة تنطبق على بعضها بدقة تقدر نسبة الخطأ فيها 1/100 من الإنش، والهرم يمتد ليغطي مساحة 13 أكراً وينتهي بقمة 1/2. ويعتبر هذا البناء الأكثر دقة وتراصفا في العالم، فهو يشير بدقة إلى الشمال الحقيقي. الجمال: كان لهذا الهرم في الأصل كساء جميل من الرخام الأبيض المتلائم، وقد صقل بشكل جيد ليصبح مثل المرآة، ونستطيع رؤيته لمسافة 50 ميلا. يعكس الضوء ويعلوه نقطة ذهبية تقوم بعكس الأشعة الضوئية باتجاه الشمس. المقاييس المستخدمة في تصميمه: يعتمد بناء الهرم في تصميمه على الرياضيات رفيعة المستوى ومعرفة متقدمة بعلوم القياسات. إن العلاقة بين ارتفاع الهرم ومحيط القاعدة هي نفس العلاقة بين نصف قطر الدائرة ومحيطها، وهكذا فهي تدمج القيمة الرياضية المعروفة بباي الثابت مضروبا بمربع القطر يعطينا المحيط، ويعتبر دقيقا جدا ويبقى دقيقا حتى باستخدام أكثر من مرتبة عشرية بعد الفاصلة. كما أنه استخدمت نظريات فيثاغورس لبناء الحجرة الرئيسية والتي لم تكتشف إلا بعد آلاف السنين. كما استخدم الهرم كرزمان أو تقويم، حيث يتم تحديد طول السنة بدقة تامة، كما يعتبر مرصدا فلكيا ويتم من خلاله رسم خرائط دقيقة للكواكب والنجوم. وقد تراصفت حجارة الهرم بشكل جميل باتجاه القطب الشمالي بحيث يمكن للبوصلات الحديثة أن تضبط عليه. إن قياسات جهاته وزواياه تعكس وبدقة المقاييس الجغرافية لنصف الكرة الشمالية مثل درجة خط العرض وخط الطول، محيط ونصف قطر الأرض، كما تستخدم لحساب امتداد مسطح القطب. كل هذه المعلومات لم تكتشف حتى القرن 17 في سنة 1958، حيث مولد الجيوفيزيائية العالمية، حسبت أبعاد الأرض الدقيقة باستخدام القمر الصناعي، كما اكتشف المتر الفرنسي والذي يعتبر أداة القياس المستخدمة في وقتنا. اعتبر وحدة القياس التي اعتمدت على مقاسات الكرة الأرضية، لكن اكتشف فيما بعد بأنه غير دقيق. وبنفس الوقت اكتشف بأن وحدة القياس المصرية الذراع، وهو وحدة القياس المستخدمة في بناء الأهرامات، قد وجد بأنه دقيق بشكل مطلق، أي أن الذراع المصري قد انطبق على أبعاد الأرض بشكل دقيق ومتطابق. هل هذا مجرد صدفة؟ حقول الطاقة: إن الطاقة الكونية الموجودة داخل الهرم تناقض كل القوانين المعروفة في مجال العلوم والإلكترونيات، فهي تتضمن معرفة متقدمة بالقوى الكهرومغناطيسية. فحقل الطاقة الذي ينبثق من قمة المثلث يحثنا على التساؤل عن سبب بنائه. إن كل هذه الأدلة تجعلنا ندرك أو نفترض بأن بناء هذه الأهرامات العظيمة لم يكن بقصد جعلها مجرد مدافن ملكية. سرعة البناء: لقد شيد الهرم بسرعة لا تصدق، فالإثباتات التي كشفت مؤخرا تقترح بأن هذا البناء الضخم ربما قد تم إنهاء بنائه قبل الوقت المفترض، ويفترض أنه تم بناؤه في 4 سنوات و4,000 عام فقط، وقد كانوا يعملون 3 أشهر على مدار السنة فقط، ويعتبر هذا
عملا تكنولوجيا فذا لا مجال لمقارنته مع التكنولوجيا الحديثة. إن الافتراض بأن طاقة بشرية هائلة قد استخدمت مخططات وأدوات يعتبر مرفوضا، فلإمساك أو تحريك واحدة من هذه الكتل الحجرية يتطلب 1000 ما يقارب 500 رجل، بحيث لن يكون لهم مكان ليقفوا فيه ولو لتمرير حبال تحتها أو لحملها في عربة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قدر المهندسون إن الرام أو المزلجة المستخدمة في نقل الحجارة للهرم يبلغ طولها حوالي 1 ميل، مع حجم أكبر 4 مرات من الهرم نفسه. في الحقيقة لم تكن هذه هي الطريقة التي بني بواسطتها، علي أن أطلعكم على الطريقة التي تم بها بناء الهرم فيما بعد، بناء لا يمكن تدميره. خلال بحثه عن القوة السحرية الهائلة والثروات والكنوز، فقد استخدم أحد حكام مصر في سنة 1196 الآلاف من العمال ليقوموا بهدم أهرامات الجيزة 3 حجرا حجرا، وقد عملوا في أصغر هرم لثمانية شهور مجهدة. وبعدها أعطاهم الأمر بإيقاف كل الأعمال عندما اكتشف بأنه بدا وكأنهم لم ينجزوا شيئا. وتعتبر عظمة ومتانة الأهرامات اليوم كما كانت عندما بنيت. وقد اعترف العلماء وأقروا بأن الإنسان المعاصر لا يستطيع أن يبني هرما عظيما يحتفظ بشكله لآلاف السنين دون أن يتأثر بالتخلخل تحت تأثير ثقله. أبو الهول، الجيزة، مصر. له جسم جسد ورأس إنسان. هذا التمثال الغامض قد نحت من قطعة واحدة من الصخر طولها 164 قدما وارتفاعها 75 قدما. وبالفعل فإن نسبها مذهلة. الرأس 33 قدما، طول الفم 7 أقدام، الأنف 6 أقدام، طول الأذنين 5 أقدام. ولتعلموا بأن أبو الهول قد تم نقله مرة واحدة على شكل قطعة واحدة فقط. أبو سمبل، مصر. في أعالي نهر النيل هناك معبدان منفصلان منحوتان من حجارة رملية ذات لون وردي، وبملاصقتهما يوجد 4 تماثيل ضخمة ارتفاعها 67 قدما، وقد نحتت أيضا من الصخر الوردي. حفر البناؤون داخل الجرف لعمق 200 قدم، ثم صنعوا قاعات هائلة بصفوف من التماثيل الأصغر يبلغ ارتفاعها 3 طوابق. وغرفة بعد غرفة نجد جدران مزركشة بقطع جميلة من الجواهر، ويعتبر هذا الموقع مذهلا في أي وقت من الأوقات، أما في وقت الفجر فيبدو ساحرا، حيث تعتبر الشمس المشرقة فوق جبال نهر النيل وتتوهج على مقدمة المعبد. فإن تمثال إله الشمس يبدو وكأنه أفعم بالحياة بتأثير ضوء مفاجئ، كما وأنه يخطو للأمام ليحيي الصباح. المتاهة، مصر. وهي المتاهة الأعظم في العالم، تحت قرية حوراء شرق بحيرة موريس. لم يعد لها أي أثر، وقد صممت لتحير وتربك الناظر إليها. قصر ضخم قياساته 650 × 500 قدم، ويحتوي على 12 غرفة كبيرة و3000 غرفة أخرى. المتاهة تفوق الأهرامات بروعتها حسب ما قاله هيروتس في القرن 5 قبل الميلاد. وهنا نجد متاهة معقدة من الغرف والممرات، وقد يشعر أحدنا بالتعب الشديد من المشي، ولا يستطيع أي شخص أن يجد طريقه لوحده دون مساعدة. بعض المعابد الموجودة في الموقع مرتبة بشكل دقيق، بحيث أنه في اللحظة التي تفتح فيها الأبواب يسمع صوت مخيف كالرعد. في مصر أيضا، في موقع سيرابيوم نجد توابيت يبلغ وزن كل منها 65 طنا. وفي مدينة تنيس يوجد بقايا تمثال ارتفاعه 89 قدما. القطع الأخرى التي وجدت من التمثال تتضمن عينا يزيد قياسها على قدم، ارتفاعها 4 إنشات ونصف، ووجدت قدم بإصبع كبير
طوله قدم وإحدى عشر إنشا، وقد قال عنها شامبليون مترجم حجر رشيد: من المفترض أن تكون لأشخاص طولهم 100 قدم. أنغور كمبوديا، معبد هرمي مهيب ضخم جدا، بحيث أن العديد من المعابد الإغريقية والقصور الملكية في روما لا يمكنها ملء مساحته. يرتفع مصطبة فوق مصطبة بواسطة سلم حجري ممتد إلى حرم يبلغ ارتفاعه 200 قدم، وفيه 5 أبراج مراقبة. سور الصين العظيم، ويعتبر السور الأطول في العالم، طوله 1448 ميلا، ويعود تشييده إلى 2200 سنة، ويبلغ ارتفاعه من 18 إلى 50 قدما فوق الأرض، وهو واسع كفاية بحيث من الممكن أن يخصص كطريق سيارات في كل الاتجاهات، ويمكن رؤيته من القمر. مقاطعة شينسي الصين، البناء الأطول في العالم حتى قرننا الحالي، وما يزال البناء الأكثر ضخامة على الأرض، وهو هرم قديم يبلغ ارتفاعه ما يعادل 120 طابقا، وقد شيد على أرض مسطحة مقفرة طويلة تقع على بعد 40 ميلا عن العاصمة القديمة سيانفو من الغرب، وعلى طريق قديم موحل لقوافل العربات يصل من بكين إلى منطقة الشرق الأوسط. يبلغ ارتفاعه من القاعدة 2000 قدم، ويبلغ ارتفاع الجزء الظاهر منه ما يقارب 1200 قدم. يوجد 7 أهرامات لها قمة مسطحة مع 3 تماثيل ضخمة منقوشة مرتكزة على طول الحواف الخارجية. إن الوجوه الأربعة للأهرامات تشابه العديد من الأبنية القديمة، إذ أنها منسجمة مع نقاط توجه البوصلة. أثار بقايا الألوان المتوضعة على الأهرامات تشير إلى ألوان مختلفة على كل جهة: الشرق اللون الأخضر، الجنوب اللون الأحمر، الغرب اللون الأسود، الشمال اللون الأبيض، وفي القمة آثار للون الأصفر. 2 من المكتشفين الأمريكيين كان قد طاف في جميع أنحاء آسيا في فترة ما بين الحربين العالميتين، وهما أندرسون وفرانك شيرير، وقد قام بمشاهدة هذه الأهرامات. وزار أندرسون أهرامات مصر سنة 1970، ويعتقد بأنه الإنسان الوحيد الذي تمكن من رؤية كل من أهرامات الصين ومصر. وفي عام 1946 قام طاقم طائرة عسكرية أمريكية بإعادة اكتشاف وتصوير هذه الأهرامات من الأعلى. ضع 26 من ناطحات السحاب بحجم مبنى إمبريستات، فستحصل على حجم أكبر هرم في شينسي. كويتو الإكوادور، مرتفع بانسيو، هي عبارة عن هضبة كبيرة تقع ضمن حدود مدينة كويتو، وهي تعتبر طبيعية بالنسبة لقياسها، ولكن التحقيقات الأخيرة أظهرت أنها عبارة عن هضبة صناعية ضخمة ترتفع 600 قدم، ما يعادل 60 طابقا في الارتفاع. ولا زال يتم اكتشاف المزيد من الأبنية المدهشة في هذا الموقع. بعض الأبنية العالية: ناطحات السحاب، وتعادل 120 طابقا في الإكوادور، ما يعادل 60 طابقا، وفي مصر 48 طابقا. قاع المحيط في منطقة برمودا 42 طابقا، وفي إيطاليا 35 طابقا، وفي العراق 30 طابقا، وفي غواتيمالا 23 طابقا، وفي الهند 22 طابقا، وفي المكسيك 21 طابقا، وفي كمبوديا 20 طابقا، وفي تركيا 20 طابقا. لا يستطيع المرء زيارة مواقع مثل بعلبك أو التبت دون أن يصاب بالذهول والدهشة. إن حجمها يلغي أي انتقاد. إن أحدا لا يستطيع شرح كيف أن السكان الأوائل قد قاموا ببناء هذه المواقع الجبارة. وبدوري فأنا أسألكم: ما هو نوع هؤلاء البشر الذين عرفوا واكتشفوا الكثير حتى أكثر مما عرفنا نحن في أيامنا الحالية عن الهندسة، والذين شيدوا هذه الصروح العملاقة التي ما تزال قائمة حتى يومنا هذا؟
لقد وجدنا كتلا صخرية تزن 2000 طن، والتي ستجعل أضخم تقنيات التحريك في وقتنا صغيرة الحجم بالنسبة لها. كيف نقلت هذه الأوزان المذهلة إلى أماكن توضعها على قمم الأعمدة العالية؟ إذا قبلنا بنظرية الكتل الحجرية وبكرة الحبال، وفيها قام الناس البدائيون برفع كتل تزن 70 طنا من الجرانيت في الهواء بحبال من الألياف النباتية، عندها فقط سيكون باستطاعتنا التصديق بأن القمر هو بالفعل مصنوع من الجبن الأخضر. إن ترتيب الكتل الصخرية بحد ذاته سيكون عاملا في غاية الصعوبة للتقنيين، حيث أنه سيتطلب أشياء كثيرة، من ضمنها استخدام منصات إسمنتية مدعمة لتدعم وزن عربات ذات 40 عجلة. من الصعب تجنب أو تجاهل الاستنتاج بتوافر بعض أنواع الآلات، لأن العمل يعتبر دقيقا جدا، مع العلم أنه يتطلب كميات هائلة من القوة والطاقة. تعد هذه الأبنية من المعجزات التي لن تتكرر أبدا.